اسمع ركز معايا، اذا حبيت لك شخص وشفت اسلوبه واهتمامه قل وتغير وشفت انه يحاول يبتعد عنك باي وسيله، وقتها انت لا تشد يده ولا تحزن. اعلم ان الله عز وجل ابعدك عنه، ان الله عز وجل يريد لك الافضل باذن الله. فقط ثق بربك. واسمع، خذ مني القاعده، لا ترمي نفسك على احد ايا من كان ايا من كان. وخذ قاعده ثانيه، كرامتك ونفسك فوق كل شيء، فوق كل شيء واهم من كل شيء. وترى بقول لك شيء، اللي يحبك بيجيك. انتهى. السلام عليكم.